الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إسهامات ذوي الهمم لها تأثير إيجابي كبير في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التحديات العالمية أثبتت أن الالتفاف حول الوطن هو السبيل الوحيد نحو مواجهة التحديات وتحقيق حلم بناء الدولة المصرية. وخلال احتفالية قادرون باختلاف، كلف الرئيس السيسي وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق، كما وجه وزارة الشباب والرياضة بإصدار عضوية لذوي الهمم في المراكز والمنشآت الرياضية ودعم ورعاية الموهوبين في كافة المجالات. وطلب الرئيس السيسي وزارة الإسكان بمراعاة احتياجات ذوي الهمم في المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المدن الجديدة، فضلا عن إتاحة كافة الخدمات الصحية لذوي الهمم وإتاحة خدمات مرافق إضافية للمرضى من ذوي الهمم، وصياغة أيضا برامج تستهدف تشغيل ذوي الهمم وتفتح لهم مجالات في المستقبل. قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك أطرافا تعمل على ضرب السلم الأهلي بتونس، وعليهم تحمل مسؤوليتهم الكاملة عن تلك الأفعال. وخلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأمن القومي، أكد الرئيس التونسي أن الذين اعتبروا احترام القانون والإجراءات ضعفا عليهم أن يعلموا جيدا أن الدولة قوية بمؤسساتها والشعب لم تعد تخفى عليه خفية، مضيفا أنه لا مجال للتسامح مع الذين يحاولون تطويع القانون لتمكين المجرمين من الإفلات من العقاب. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا ترغب في حل الوضع حول أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وحماية أيضا المدنيين والحفاظ على أرواح الجنود في الأولوية. وفي تصريحات له قال لافروف إن هذه الحرب كان الغرب يستعد لها، وفي النهاية أطلق لها العنان ضد روسيا عبر أوكرانيا، ولكن الأولوية بالنسبة لموسكو هي حياة الجنود وحياة المدنيين الذين بقوا في منطقة القتال. وأشار لافروف إلى أن المئات من القوات الأمريكية متواجدة الآن في أوكرانيا، ويقدم مكتب الملحق العسكري الأمريكي خدمات استشارية مباشرة إلى كييف. أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكرونو أنه يريد العمل على تلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني في أول زيارة له إلى كييف، قال لوكرونو أنه طلب من الرئيسين فلاديمير زيلنسكي وإيمانويل ماكرون تقديم مقترحات لإعادة تحديد جدول أعمال مشترك بشأن الدعم العسكري الفرنسي. وأضاف أنه أجرى نقاشات مع نظيره الأوكراني حول الوضع التكتيكي والاستراتيجي على الأرض، وأيضا احتياجات الجيش الأوكراني للأسابيع المقبلة. وأشار الوزير الفرنسي إلى صندوق جديد بقيمة 200 مليون يورو يسمح لأوكرانيا بشراء معدات مباشرة من فرنسا. أعلن مسؤولون أمريكيون عن قرار جديد بشأن جميع المسافرين القادمين من الصين، حيث سيطلب منهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار كورونا قبل السفر إلى البلاد، حيث يؤدي التخفيف السريع لقيود كورونا من قبل الصين إلى زيادة الإصابات. وقال مسؤول الصحة الأمريكيون إن الركاب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من الصين سيحتاجون إلى إجراء الاختبار لمدة لا تزيد عن يومين قبل السفر، وتقديم دليل على سلبية نتيجة الاختبار لشركة الطيران الخاصة بهم قبل الصعود إلى الطائرة. فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب آيلاند رود ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليدز عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.